وبعد نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى من الموفقين لفعل أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وذكرت لكم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في مرض الموت، دخل عليه تلامذته ففي احتضاره، وكان من أغلى أمانيه للإمام الشافعي أنه لا يموت إلا وهو يعلم أو يتعلم، فطلب منه تلامذته أن ينصحهم، فمما نصحهم في تلك اللحظات قال: إذا اشتغل الناس بأشياء اشتغلوا أنتم بأشياء. من هذه الأشياء قال: إذا اشتغل الناس بتكثير الأعمال فاشتغلوا أنتم بتحسين الأعمال. إذا اشتغل الناس بتكثير الأعمال فاشتغلوا أنتم بتحسين الأعمال. فنريد نبحث عن أحب الأعمال إلى الله وأن نتقنها. والمقصود هنا ليس فقط العبادات الشعائرية، المعاملات أهم، أن تكون صادقا في معاملاتك، أن تكون أمينا، أن تكون يعني موفيا بالعهد. أن مثلا البضاعة ذكرت أنها مثلا الجودة فيها منشأها بلد الفلاني سين وأنا كاتب صاد، هذا ما ينبغي، ينبغي أن أكون أمينا. طيب، من هذه الأعمال التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سرور تدخله على أخيك المسلم. الآن يعني الناس قد تكون متفوقة ومتفردة ومتميزة في أشياء كثيرة تتعلق بقضايا خاصة شخصية، أما إذا تعدى نفعها إلى الآخرين قد يسقط الإنسان. لذلك ذكرت لكم أن بعض العلماء كان يقول: إيمان بلا إنفاق شو؟ نفاق. وكان حكيم بن حزام يعزي نفسه إذا ما طرق بابه سائل، أنه اليوم شوفي الله عز وجل ما أكرمني وما أرسل لي من يعني يوفقني حتى أفعل الخير. هذه مسألة هامة جدا. فقال: من علامة محبة الله عز وجل أن يوفقك لعمل الخيرات، فهذه حقيقة واضحة أننا في هذه الدار. ليش نحن في هذه الدار؟ في دار اختبار وابتلاء. نحن في دار اختبار وابتلاء، لسنا يعني ليست هذه يعني هيجل يقول كلمة، يقول: لابد لهذه المسرحية من فصل أخير. مستحيل، عبث أنه ما يكون في يوم قيامة. لازم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. لابد وأن هناك سؤالا، فباعتباري أن هناك سؤالا ماذا أعددنا للسؤال؟ هل نحن إن شاء الله نكون ناجحين في هذا الاختبار؟ الله عز وجل يختبرك في قوتك، أين تضعها؟ يختبرك في علمك، أين تضع علمك؟ يختبرك في النعم التي أكرمك الله بها. فقالوا: كل النعم التي تتفيأ ظلالها هي اختبار وابتلاء. فالعطاء في الدنيا عطاء ابتلاء لا عطاء جزاء. يعني الله عز وجل بيعطي العلم والجمال والمعرفة والمواهب بقطع النظر عن تفاصيله وتضاعيفه، لا يعطيها لفلان على حساب فلان مو لأنه هذا أحسن من هذا، لا، هذه اختبارات. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فبدنا نشوف نحن رح ننجح بهذا الاختبار ولا لا. نسأل الله أن ينجينا وأن نكون من الناجحين. فمن رأس هذه الأعمال التي هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل: تفريج الكربات ورفع الضائقات وإبعاد الملمات والشدائد وقضاء الحاجات. أخواني، حتى في الجانب النفسي كان يقول: أسعد الناس من أسعد الناس. تمام؟ يعني هل الآن الموضة المنتشرة بين الناس شباب 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 بالعشرينيات عنده اكتئاب، ما بيقول لك ما بعرف ضيق صدري، عنده متاع وعنده ما أدري مين، بيفتخر بالماركات وبالحركات والأمراض، لكن ما أنه سعيد، يشعر أن هناك ضيقا وأنه عنده من المال أكثر وعنده كذا، لكن البعد عن الله. بدك أقصر طريق، ساعد الناس، سعادة فعلا تشعر بمتعة أنت، لكن تساعد الناس لله، لله. هذه يعني أنا صدقا عندي فيها أمثلة كثيرة، أنه أنت عم تتعب وتتعب
في مثل بالشام بيقول أكله وانسمت عليك، كله بحلق عينك، أنت تعبان وتعبان وعم تصلي وتصلي، ليش تضيع تعبك؟ يعني ربنا قال في آية لا تحتاج إلى كبير تفسير في سورة سيدنا محمد: ولا تبطلوا أعمالكم، ليش تضيع عملك؟ عم تصلي وعم تتعب وتنفق مال وكذا، خليها لله لله. هؤلاء الناس لن تستطيع أن ترضيهم كلهم أبدا، إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. وقيل إرضاء الناس معسور لا يدرك، وإرضاء الله ميسور لا يترك. هذا كلام الشافعي الله يرضى عنه. فأنت بدك الله، أقصر طريق للسعادة ساعد الناس. هلأ بتقولوا لي طيب كيف ساعد الناس؟ أنا لا أقصد، قد يعني الواحد يكون طالب وبيأخذ خرجين من أبوه ممكن يساعد الناس، لا أقصد المال. حكيت لكم أكثر من مرة الأم تيريزا لما أخذت جائزة نوبل للإحسان، سأل أحد الصحفيين قال لها طيب أنت كفلتي لك 20 يتيم، شو 20 يتيم ملايين أيتام؟ فقالت كلمة بديعة في المؤتمر، قالت أنا أعلم أن الأيتام بحر متلاطم عددهم كبير، لكن أردت أن أنقص من هذا البحر قطرة. فأنا دائما أذكر كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وشق تمرة نحن حكينا أكثر من مرة، شق تمرة هذا لمين؟ اللي عنده تمرة مو اللي عنده ملايين. فكل واحد منا الآن، أنت شاب رفيقك مثلا أخرق، شو أخرق باللغة العربية؟ مو مسبب بالمناسبة، أخرق غير أحمق. الأخرق هو الذي لا يجيد صناعة الشيء أو فهم شيء. أنا مثلا في اللغة الإنجليزية أعتبر أخرق، ما عندي معرفة باللغة الإنجليزية بالمثلا بالتقنيات، إذا بدي شغلة متطورة بسأل المهندس الآي تي لأنني أخرق فيها. قد يكون هناك رجل عالم بالذرة بس ما بيعرف يقلي بيض، صح ولا لا؟ فهو أخرق في هذا، أو ما بيعرف يركب إطار سيارة فهو أخرق. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو ذر كما في الحديث الصحيح سأله كذا كذا، قال له يا رسول الله إذا ما وجد ما وجد؟ فالنبي قال له يعني صاحبك ما تجد له من خير؟ قال تصنع لأخرق. ما معنى تصنع لأخرق؟ إنك ساعد إنسان. إذا ما عندك مال، مو شغلة مال، أي شيء، واحد منكم يا شباب أي كذا بتساعد رفيقك، عندك معرفة عندك معلومة، هذه كلها يعني أعمال فيها خير فيها بر. صدقا أنا بعرف شباب صغار عمره 12-13 سنة يأخذ خرجيته من أبوه، بيقول لا في ناس أيتام، يقسم أو بعضهم لما صارت الكورونا صدقا كان يأخذ خرجيته ويساعد فيها الناس وهو شاب، ويعني عادة ما قال والله بدي اشتري الماء أدري مين أو لا لا. فكل واحد منا قادر، لا يقول ما لي علاقة. فمن أعظمها تفريج الكروبات ورفع الضائقات وإبعاد الملمات وقضاء الحاجات، صلى الله على سيدنا محمد. طيب الله، اللهم صل على سيدنا محمد. كيف بدك أنت تساعد الناس؟ أول شيء مساعدة الناس قال العلماء ليست بالتشهي، يعني هي مو على كيفك، مو يعني فلان بتحبه بتساعده، لا. قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمساعدة الناس وإدخال السرور عليهم فريضة ربانية ليست بالتشهي، يعني مو أنه والله بحك علي ما بدي ساعده، لا. وأنا دائما أذكر قاعدة حكيتها أكثر من مرة: العقوق لا يمنع الحقوق. وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا أن أفضل الصدقة وأكرم الصدقة وأنفس الصدقة على من يا رسول الله؟ قال على ذي الرحم الكاشح، يعني على قرايبك المبغض اللي عم يحكي عليك. هلا أنا للأسف شيء بضحك، ما عم يحط لي لايك على الفيسبوك، زعلان منه ما لك يا أخي هي أختك، لا ابنها عم عمل له أنا فولو ما عم يعمل لي فولو، شو هالشغلات، شيء بضحك. لذلك نريد أنه ما يعني نترفع عن هذه القضايا، نريد أنه نجعل أعمالنا لوجه الله. قال تعالى
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ ده الله مو للناس. الله يجزيك خير، شكرا حبيبي. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأنت بدك تساعد الناس مو لأنه مدحوك ولا قدحوك ولا كذا. وبالمناسبة ربنا قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. شو معنات كافة؟ قال ادخلوا في قواعد الإسلام كلها، ادخلوا في قواعد الإسلام كلها من غير انتقاء ولا اصطفاء، ادخلوا في قواعد الإسلام كلها من غير انتقاء ولا اصطفاء. كيف؟ يعني واحد بيقول لك أخي بدي أعمل هذا الخير بهذا الأمر وبدي أعمل هذا الأمر يعني ينتقي من الدين ما يحلو له. لا، الحرام كله حرام والحلال كله حلال، أما أنك تساعد اللي بيمدحك أو بتساعد اللي ممكن أنت تحصل من وراء مصلحة. وللأسف شكى وشكت إلي كثير وكثيرات من الإخوة والأخوات من الذين يعملون في العمل الخيري، بيقول لك الجمعيات هي ما بياخدوا إلا لهم معارف. وهذه كلمة سبة، لأنه جمعيات مؤتمنون على أموال الناس، هذا مو مالهم، ولا يعطى المحتاج على حسب المعرفة، وإنما يعطى على حسب الحاجة وصدقه في حاجته. يعني نحن ما لنا علاقة بحياة الناس شو حياتهم شو كذا، ولا يعطى مثلا تعطى الشابة ولا تعطى العجوز، ولا تعطى وتعطى الجميلة ولا تعطى القبيحة. هذه كلها مواضعات خبيثة لا علاقة لها بفعل الخير. لذلك اللي بده يشتغل بعمل الخير بده يكون حذر جدا جدا من هذه القضايا، لأن فيها ما فيها. وبدك الله يكرمك اطلب من الله عز وجل أن يرضى عليك دون أن تنتظر مدحا أو قدحا من أحد، صلى الله على سيدنا محمد. إذن لماذا مساعدة الناس؟ لماذا؟ لأن مساعدة الناس فريضة. ثانيا قال لأن مساعدة الناس من أقرب القربات التي يعني تقضي حاجتك. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد يا داود أن الله أوحى إلى داود قال يا داود أدني اليتيم منك، قرب اليتيم منك وألطفه. ليش؟ قال فإن ذلك يرقق قلبك ويقضي حاجتك. بدك الله يكرمك، هذا من أحب الأعمال إلى الله أنك تساعد الناس. والكريم الله بيحبه، والبخيل الله والناس بتكرهه، السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة. والسخاء بالمناسبة يعني مو بس بالمال، بكل شيء، بالكلمة الطيبة، بالتسامح. الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة، والسخي السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة. والسخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا، من تمسك بغصن منها دخل الجنة. ليش عم نحكي هذا الكلام؟ يعني من علامة مرضات الله عز وجل عليك أنك تكون كريم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع شح وإيمان، ما بتزبط مؤمن وبخيل. بتقول لي في ناس بتصلي بخيل، هذا صلاته يراجع في مشكلة. سيدنا محمد يقول لسيدنا بلال، صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن سيدنا بلال وعن جميع صحابة رسول الله، قال يا بلال، يقول سيدنا محمد سيدنا بلال أنفق بلال، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. الناس بيقول لك أنفق بلالا، هذا غلط. أنفق بلال، بلال مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على النداء التقدير أنفق يا بلال. أما لو قلنا أنفق بلالا صار مفعول به سيدنا بلال. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. سيدنا محمد يعلم سيدنا بلال، وهو سيدنا بلال وما أدراك من سيدنا بلال، قال له لا تخاف، إذا أنفقت ما بصير قليل، بالعكس ما رأيت إنسان ينفق ويصير عنده قليل، مستحيل. بس هي بدها يقين. أما واحد بيقول لك بخاف إذا أنفقت ما في تضخم وأزمة مالية وأزمة عالمية وفي ركود اقتصادي وما أدري مين وخايف. صدقا من تعامل بثقة مع الله يكرم، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في أصدق من الله؟ لا. فإذا مساعدة الناس، لأن مساعدة الناس فريضة ربانية، لأن مساعدة الناس ترقق القلب، لأن
مساعدة الناس دليل على محبة الله، فالكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. رابعا قال لأن مساعدة الناس وإدخال السرور عليهم سبب للسعادة. في إعصار كنت عم بقرأ عنه غير تسونامي، أنه من الناس اللي نجوا أكثر اللي كانوا يساعدوا الناس أكثر، يعني اللي كانوا يساعدوا الناس هم الذين نجوا. بمعنى بدك هيك الله عز وجل يكرمك، شوف حدا عنده حاجة، كلنا شوفوا أخواني، الله خلق الناس متفاوتين، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، بالضمة مو بالكسرة، سخرة من السخرة، يعني لو كان الناس كلهم أطباء لهلكنا، مع أن الطبيب هو عنده الدواء، لو كان كل الناس مهندسين لهلكنا، لو كان كل الناس صيادلة لهلكنا، لكن الناس متفاوتون، فإذا تساووا هلكوا. فنحن أنا بخدمك أنت بتخدمني كذا، ما وفي واحد بيقول لك الله لا يحجني لحدا، هذا كلام دعا على نفسه بالهلاك. ليش؟ لأنه الله عز وجل خلق الناس حتى يخدم بعضها بعضا، يعني هي مو دعوة. إذا تقول اللهم لا تحوجني إلى لئيم مفهومة، إلى شرار خلقك مفهومة، أما أن أنت تستغني عن الناس لا يمكن. في واحد حتى عنده مليارات، إذا الشوفير عنده أو الطباخ عنده أو اللي بده يساعده راح بيضوج. ليش؟ سبحان الله. فنحن كلنا يخدم بعضنا بعضا، لذلك كل واحد منا يحرص أنه يساعد الناس، وما يدور على أعذار يهرب، ما يقول لك أخي شو شيء مزعج، لا، المزعجون ردهم بلطف، وأما السائلة فلا تنهر، ما قال فلا تمنع، يعني بجوز تمنعه إذا أنت ما أعطيته، ما أنت لست آثما، لكن إذا كسرت خاطره. أما النصابون والمحتالون والدجالون هذا موضوع آخر، أنا ما عم بحكي عن أنا عم بحكي عن إنسان بسبب عضه الدهر بنابه فتعرض للسؤال للضرورة، فما تكسر خاطره، ما تفضحه، ومو تذله، خلص تأكدت أنه صاحب حاجة أعطيه. إذا واحد شكيت فيه وما أنك متأكد أعطيه ورده ولو بقليل. ليش؟ لأنك أنت شو بدك؟ بدك الله، أليس كذلك؟ فإذا كنت تطلب رضوان الله إذا أعطيته قليل بيكون أنت يعني عملت اللي عليك، وإذا كان صادقا بيكون الله عز وجل أكرمك، وفي تينك الحالتين أنت من أحباب الله صدقا. حتى صحيح الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام استقبلوا أمواج البلاء بالدعاء، ثم قال وداووا مرضاكم بالصدقة. بالصدقة أي شيء، أي شيء، أي شيء، ربطة خبز ما عندك، اشتريتها من السوبر ماركت بقالية، حطيت هيك اشتريت له فيها شوية فلافل شوية كذا ما بعرف اللي هو شوية برياني، أخذت له وجبة، أنتم بشوفوها قليلة. قال عليه الصلاة والسلام وفي كل كبد رطبة صدقة، يعني كل شيء فيه روح، ما قال مسلم أو غير مسلم، كل شيء فيه روح إنسان أو حيوان. قال وفي كل كبد رطبة، كل شيء فيه روح يعني صدقة. فإذا كنت محسنا كنت سعيدا، إذا كنت يعني فعالا للخير حريصا على إدخال السرور على الناس، كل واحد منا بمجاله. المحامي واحد مسكين فقير وعنده مشكلة وهو صاحب حق، فقلت له أنا برفع لك القضية، ما عنده يدفع لك الأتعاب وكذا، قلت له أنا بتولى هذا الأمر، هنيئا لك. أنت مهندس كذلك، طبيب، أي واحد منا في مجال عمله يمكن أن يساعد الناس، وأنا أعرف كراما من أمثالكم مخصص بكل واحد على حسب مهنته يوم كامل يعني لقضاء حوائج الناس، ولكن ما بيتكلم، ما بيحكي، بالعكس تماما. إذا بدك تحكي بحلفك بالله، يعني أعرف بعض الكرام والله ساوى موقف أكثر من نبيل، فأنا حبيت من باب النبي قال عليه الصلاة والسلام من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فاشكروه، فإن لم تستطيعوا فانشروه، يعني قولوا هذا. فأجيت بدي أحكي إنه هذا الرجل استحلفني بالله، قال لي أسألتك بالله ما تتكلم؟ قال لي أنا الله تفضل علي أنه سخرني أني ساعد الناس، هو مفضل علي، الله أكرمني، شو هالفهم هذا؟ وفي واحد زعلان أنه ما قالوا له شكرا. شتان بين مشرق
ومغربي. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، استعملنا في طاعتك، واستخدمنا في محبتك، واجعلنا أسبابا لإدخال السرور على عبادك. اللهم يا حي ويا قيوم، اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.